في كواليس في الطياره ولقطات في الطياره كده ما ينفعش تعدي. قفشه صفحه الاتحاد الافريقي قبل الماتش ب 24 ساعه كانت جايبه الصوره القفشه وهو بيحلم بالبطوله العشرة. الصوره بقت على ارض الواقع، صوره واقعيه على فكره. الصوره دي والله يا جماعه واقعيه، مش فوتوشوب ولا صوره يعني متاخده من صوره موقع الكاف او يعني كانت معموله كاريكاتير قبل الماتش بيوم، لا دي صوره واقعيه. قفشه بقى خلاص القضيه وبيحتفظ بالكاس والبطوله العشرة، واحلام سعيده لنجم القضيه ممكن مع النادي الاهلي والفوز بالبطوله العشرة. الصور دي من الصور التاريخيه اللي بنحتفظ بيها اكيد خلال السنوات الجايه زي ما احتفظنا بصور لنجوم وبطولات. طيب في لقطه تانية برضو معانا من الطياره، كهربا بيكلم مؤمن زكريا واللعيبه. الله، مؤمن زكريا دايما موجود في بالنا وبنتكلم معاه على طول قدامنا، هو مؤمن زكريا بيتكلم على اللعيبه، وكان سر وروح الانتصار في التسعه وموجود دايما مع اللعيبه في العشرة. ومؤمن زكريا من اللعيبه اللي عاشت جوه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي بتحبه جدا، ومتواصل دايما مع اللعيبه ومع الجهاز ومع الاداره، حاضر مع اللعيبه، هو موجود مع كهربا بيتكلم مع كهربا، ولعيبه الاهلي بتحتفل مع مؤمن زكريا وبمؤمن زكريا في البطوله العشرة زي ما سلمنا كاس البطوله التاسعه اللي كان تحدي للكل انه يكون مؤمن بيحتفل مع الاهلي وبيسلمه البطوله التاسعه. ان شاء الله باذن الله مؤمن زكريا يرجع بسرعه الفتره الجايه، ونطمئن عليه ان شاء الله ان مؤمن زكريا من اللعيبه بغض النظر عن الكوره، مؤمن من اللعيبه الجدع، اللعيبه الرجاله اللي ان شاء الله باذن الله نطمن عليه ونشوفه قريب جدا في الملعب.